بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. أما بعد، أنا اسمي محمد، من مواليد 1980، متزوج ولي ثلاثة أطفال، أمتهن مهنة الخياطة. يعني ملي هاد الخياطة أنايا يعني كنخدم فيها، يعني الخدمة ديالها محدودة، يعني ما كتلبيش ليا الحاجيات ديال المعيشة ديالي. لهذا أنا كنخدم من بعد هاد الخياطة، هاد الخدمة هادي يعني كاملة، يعني كنتجه لخدمات أخرين باش يمكن ليا نكسب لقمة العيش لولادي. هذا من جهة، يعني والجهة الثانية يعني الحالة ديالي، يعني سميتو أنا عايش يعني في واحد السكن اللي هو ضيق، ولكن الحمد لله على كل حال. وأنا فقير، نحمد الله تعالى على الفقر، يعني الفقر يعني ماشي يعني اللي هو، ولكن خاصنا حنا راضين بالفقر ديالنا وراضين بالوضع ديالنا والحمد لله على كل حال، ولكن حنا بغينا نعيشو كمواطنين في هذه البلاد هذه. حنا مواطنين بكل معنى المواطنة، مواطن يعني تقدم لي يعني الخدمة اللازمة، ومن اسباب يعني باش نكون انا مواطن ونكون نحس براسي انا مواطن حر وانا في بلادي وكنتمتع بحرية، سميتو انا خاصني نكسب لقمة العيش حلال، لا لشيء، لقمة العيش حلال. بغيت نخدم يعني باش نكسب لقمة العيش الحلال لوليداتي. لهذا انا يعني في واحد الظروف من قبل العيد اللي هي ما كانش عندي باش نعيد ابدا، ولكن بفضل الله عز وجل ثم واحد السيد اللي هو صديق ديالنا هو اللي يعني ساعدني، يعني عطاني واحد العربه اللي كان كيخدم بها هويا، يعني ويمكن وحطها هويا وعطاني باش نخدم بها انا باش نوفر واحد المبلغ باش نشري لوليداتي واحد يعني الكبش يعني اللي باش يفرحوا به. هذا هو خدمت في ايام العيد، وبالفعل تم العمل. ومن بعد العيد انا لقيت راسي مازال ما عنديش يعني مصروف على موان الدار ديالي. لهذا الابناء ديالي خاصهم اللوازم ديال الدراسه باش يقراو، خاصهم شكاره، خاصهم كذا، يعني ما كاينش لي ما يمكنش ليا انا بصحتي الحمد لله ما يمكنش نمد يدي لواحد اخر باش يساعدني. المساعده هي مثلا مساعده في شي خدمه فقط. هذا السيد هذا اللي هو ساعدني عطاني عربه كروسه ذات ثلاثه العجلات، يعني كنت كيخدم بها هو وحطها مقيومه عليه ب 60000 ريال، عطاها ليا يعني وكيتردد، ورغم ذلك بركت عليه وعطاها ليا. خدمت بها من مور العيد 3 ايام، غادي في الطريق ديالي تلقى بيا القيد، حبست، كي تلقى العربه طلقتها اداها ليا القائد، قائد المقاطعه يعني الملحقه الاداريه النسيم حي الرحمه. النسيم حي الرحمه هي ملحقه اداريه تما، هو قائد اللي سميتو عبد المؤمن الشماعي. يعني هو ما كيعرفنيش، وحتى المقدمين وحتى المخازن ما كيعرفونيش، يعني انا غريب عليهم، وهذا دليل بانني انا ما كنخدمش يعني بزاف في الكروسه، يعني غير الظروف اللي هي لاحتني باش نخدم يعني في هذه الخدمه هذه باش نكسب لقمه العيش لوليداتي فقط. وانا كنت غير دايز من تما، يعني غير دايز ما كنحط لا تما، ما كنشوه المنظر العام، ما ندير عرقله في الطريق، يعني غادي ما عنديش شي حاجه اللي غادي نسبب في شي حاجه تسير، ولا غادي نحط شي زبل مثلا على الشارع او على شي حاجه. ولكن مع ذلك وقفني القائد، حيد لي الكروسه، اداها لي. علاش؟ باي حق؟ باي قانون؟ لهذا انا كنطلب الله يجازيك بخير، رد لي العربه اللي هي ماشي ديالي باش نرد لمولاها. انا كنطلب باش تعطيني العربه باش نرد لمولاها، وراه يعني راه هذا الشيء راه عيب، يعني عيب وعار وحرام كاع. علاش يعني الانسان المواطن بيكسب لقمه العيش تحيدها له؟ هذا لا يعقل. احنا ما طلبناش شي حاجه، طلبنا غير باش غير نخدم، ما وفرتوش لي ظروف العمل باش نخدم، انا كنبغي نخدم راسي بيدي والناس ساعدوني باش نخدم. يعني تحيد لي هذيك، انا باش غنرد هذاك السيد، وهذاك السيد مسكين هو ما عندوش، يعني باش غادي يصبر عليا يقول الله يسامح فيها ولا شي حاجه، وفي الاخير يعني تديها وتلوحها في المستودع يعني مع يقولوا مع الحديد مع لافيري مع داك الشيء، واش من ربح؟ خلي لي نترزق بها الله، خلي نترزق بها الله على وليداتي.
وبالتالي نقضي بها الغرض ونشكر داك السيد الاخر ونرد ليه الجميل ديالو ونشكره على العمل ديالو. لهذا انا كنوجه رساله لكل من يهمه الامر، نحن مواطنين مغاربه نحمل جنسيه مغربيه بطاقه تعريف مغربيه، ما حناش جينا داخلين على هاد البلاد، حنا رايحين ولاد هاد البلاد وخلنا باغيين نعيشوا بكرامه وبحريه. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.